السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الكبرياء والعظمة يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم أسعدنا يوم القيامة بلقياك. أيها الأحبة، مرحبا بكم في حديث اليوم 16 من شهر رمضان المبارك. وبما أن الشهر قد انتصف، إذن الأيام العشر أوشكت على القدوم، وهي أيام تنافس يا إخوة، لأن الإنسان إذا وافق فيها ليلة القدر فإنه يحصد خير من 1000 شهر. وطبيعة السباقات، ونحن في سباق، طبيعة السباقات أنه إذا أوشكت المرحلة الأخيرة يبذل المتسابق كل ما يستطيع من جهد. وها هي الأيام الأخيرة تلوح، وذلك يطيب لنا الحديث عن المسارعة في الخيرات. ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن عباده الصالحين تحدث عنهم فقال، حينما ذكر أصناف من الأنبياء قال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك أتى الأمر الإلهي: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فاستبقوا الخيرات، هذا هو شعار الصالحين. والمنافسة يا إخوة لا تكون محمودة ولا تكون مأمور بها إلا في المنافسة في الخير. ولذلك حينما ذكرت الجنة وحينما ذكرت الصالحات ذكر في مقدمتها: سارعوا، سابقوا، فاستبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك وضعت القاعدة: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في وجهه. نحن لا نريد الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نحن لا نريد فقط سعي الآخرة، ولكن نريد أن نتنافس ونتسابق في سعينا إلى الآخرة. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الذين ضربوا أروع المثل في هذا التنافس والتسابق. انظروا إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي تحدثنا عنه أنه اشترى الجنة أكثر من مرة. يوم جيش العسرة يقف يقول: يا رسول الله، علي 100 ناقة، 100 جمل بأقتابها وأحلاسها في سبيل، 100 جمل مجهزة تماما بالزاد والسلاح من أجل المجاهدين في سبيل الله. ثم جلس وكأنه استقل ما قدم، فقال: بل 200 ناقة، بل 300 ناقة. تخيلوا، سنة عنده معرض سيارات، يخرج سيارة وعشرة ومئة ومئتين وثلاثمئة. ثم لا يكتفي، بل يذهب يأتي بحجر مملوء بالمال، وكأنه استقل النفقة التي قدمها. يأتي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل ما يملك، كل ما يملك، ووافق ذلك يسر عند سيدنا عمر، قال: اليوم أسبق أبا بكر. فيأتي بمال كثير، يقول له: يا عمر، ما تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم مثله. ثم ياتي سيدنا ابو بكر بما عنده يقول له: يا ابا بكر، ما تركت لاهلك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. هل يستطيع الانسان ان ياخذ قرار مثل هذا؟ ان يجعل رصيده من الاموال صفر؟ انه سيدنا ابو بكر الصديق. أن ينفق نصف ما يملك، نصف الأرصدة، نصف الدور، نصف الضياع، نصف المتاع، يخرج نصف ما يملك. إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما
نزل قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال سيدنا أبو الدحداح: يا رسول الله، أيستقرض منا ربنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: فإني أشهدك أن لي حديقتين إني أوقفهما على الله سبحانه وتعالى، أنا أقدمهم لله. فقال له رسول الله: أمسك عليك واحد تأكل منها أنت وعيالك. قال: الله، أما إني أشهدك أني تصدقت بخيرهما عندي نصف ضياعه. كان له حديقتان، رجعه رسول الله في إحداهما، لكنه أنفذ التي يحب وأنفذ خير الحديقتين، الحديقة التي كان يسكنها أهله. ذلك ذهب إليهم وقال لهم: يا أم الدحداح، أخرجي دحديحك، اخرجوا. كان بها 600 نخلة. قال له رسول الله: إن لك بها الجنة، إن لك بها الجنة. يا إخواني، طلب الجنة لا يتفق مع التسويف ولا التأجيل ولا التقصير، لا يتفق مع أني أسمح لأحد أن يسبقني. ألم يكن شعار الصالحين: لن يسبقني إلى الله أحد. حتى وإن كنت عاجزا، حتى وإن كان الوقت لم يمر بعد. يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في صلاة الفجر ثم يسأل هذه الأسئلة: من أصبح منكم اليوم صائم؟ هذه بسيطة، تسحر ونوى الصيام. فقال أبو بكر: الآن. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله. الفجر، الفجر وليس كشف حساب بعد صلاة العشاء والتراويح، وإنما كشف حساب بعد صلاة الفجر. وأني فقراء الصحابة أتوا يوما يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما شكايتهم؟ قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور، الأغنياء أخذوا الخير، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، لكن لهم فضل أموال فيتصدقون ولا نتصدق. هذه هي الشكاية، لا يشتكون أن الأغنياء يبخلون عليهم، بل يشتكون أن الأغنياء يتصدقون وهم لا يجدون ما يتصدقون به. انظر النفسية، لا ينظرون إلى دنياهم وإنما ينظرون إلى مراتبهم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تسبقونهم به؟ إذا فرغتم من الصلاة فقولوا: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33. فهم بعد الصلاة يعدون على أيديهم. فنظر الأغنياء، هذه كانت هدية خاصة، فتعلموا وأخذوا يقولون كما يقول الفقراء. فأتى الفقراء مرة أخرى يشتكون إلى رسول، يقولون: يا رسول الله، إنهم يقولون مثلنا. وقال لهم رسول الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى العاجز من الصحابة كان يتسابق ويتنافس. انظروا إلى سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن الجموح يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعرج في قدمه. يأتي يوم أحد، فاته الغزو في غزوة بدر، فهو لا يريد أن يفوت الغزو في غزوة أحد. يأتي وله أبناء 4، فقال له رسول الله: ألا يكفيك أبناء؟ قال: يا رسول الله،
أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. هو يريد الجنة. ربه يعذره، قال في القرآن: ليس على الأعرج حرج. وهو يريد أن يصبح عرجه هذا سببا في سبقه وسببا في نوله للجنة. أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. الآخر يأتي مريض، له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أنت مريض؟ فقال له: يا رسول الله، إن ربنا قد استنفرنا، قال: انفروا خفافا وثقالا. الصحيح خفيف، أما صاحب العذر هذا فهو ثقيل، لكنه هو يخاطب نفسه بهذه الهمة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أريد هذه الهمة الصديقية، وهذه الهمة الصحابية، وهذه الهمة البدرية في مسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نرفع هذا الشعار: سأكون أنا الأول، سأكون أنا الأول وإن جئت آخرا. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه كان من التابعين، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففاتته الصحبة. كان صحابي الزمان، لكنه لم يكن صحابي الرفقة. ولذلك حس أنه خسر كثيرا، فكان يأخذ نفسه بالعزيمة، وكان يتتبع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتأسى بهم ويأخذ من علمهم ويقتدي بفعالهم، فكان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات الخاصة التي كان يفعلها الصحابة الكرام، حتى أنه كتب عنه أنه كان يتعبد الله بعبادات 70 صحابي من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتتبع الآثار، ما هي خصائصه، ما الذي يصنعه، ثم يتعبد إلى الله بها. وهو شيء كثير أن يضع الإنسان كل هذا المجهود. لذلك كان يخاطب نفسه ويأخذها بالقوة والشدة، كان يقول لها: أنت أولى بالضرب من دابتي. إذا فترت، ثم رفع هذا الشعار العظيم، ويا له من شعار: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كانوا أصحابه في الدنيا ويكونون هم فقط أصحابه في الآخرة. والله لأزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجال. ولم يكن هذا كلاما، وإنما كان فعالا. أيها الأحبة، قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، فهل من مشمر للجنة؟ قولوا: نحن المشمرون لها إن شاء الله بالفعال، نحن المشمرون لها إن شاء الله بالثمن. وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من أهلها، ومن أهل السبق فيها، ومن أهل التمتع بالنظر إلى الوجه الكريم وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.